أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يشفع للكافر في أمر من أمور الدنيا، وهل يحصل له الثواب على ذلك لقوله اشفعوا تؤجروا؟ الكافر اللي له يد عند المسلمين ويعني هو محسن إلى المسلمين، نعم يشفع فيه في أمور الدنيا من باب المكافأة. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فما دام أنه أحسن فأنت تحسن إليه في هذه الدنيا. نعم.